يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه إلى السماء لم يضعهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا الحديث قلنا أصله ضعيف ولا لا؟ وحسنه النووي وابن حجر والزركشي، والشيخ الألباني بقي إلى أن توفي رحمة الله عليه وهو يقول بضعفه ولا يصححه ولا يحسنه، والأمر فيه خلاف. لكن قضية المسح سبق أن قلت لكم إن السلف اختلفوا في المسح، فالحسن البصري وإسحاق بن راهوية يمسحان، وبعض السلف لا يمسحون، فالمسألة خلافية لا يبدع فيها أحد أحدا. فمن مسح فله دليل يستند إليه، ومن لم يمسح فلا يلام، فالقضية واسعة بحمد الله. وقد يقتنع الإنسان بعدم المسح ولا يبدع من يمسح، ما تقول أنه يعمل بدعة، لا يصح.